وضعية السجون ببلادنا للنواب المحترمين عبد الغني وافق، عبد الواحد الأنصاري، نور الدين مضيان، محمد الطيبي، فتيحة البقالي، محمد أزلماض، بن ناصر الحرير ومبارك الطرمونية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. فليتفضل أحد واضعي السؤال. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزيرة، سادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب المحترمين. موضوع فيه تقارير، موضوع مؤخرا أسال المداد عبر صحافتنا الوطنية، وهو موضوع وهو وضعية السجون بالمغرب، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاكتظاظ وقلة التغذية والأدوية المقدمة، وكذلك المعاناة التي يعانوها بعض الأطر في المؤسسات السجنية. بعجالة سيد الوزير، فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية يسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتجاوز الوضعية الحالية. شكرا سيد الوزير. شكرا للسيد النائب المحترم، تفضلوا السيد الوزير. السيد الرئيس، السيدات النائبات، أجبت على نفس السؤال في مجلس المستشارين البارح، وقلت لهم اللي غادي نقول لكم اليوم هو أنه بمناسبة مناقشة الميزانية ديال وزارة العدل في دراسة الميزانية العامة للبلاد، القانون المالي، أعطيت للجنة كل المعطيات وخذيت المبادرة وعطيتهم كل المعطيات مرقمة فيما يخص الاكتظاظ. قلت لهم راه كنوصلوا حتى ما بين متر ومتر وخمسين. درت لهم على التغذية 5 دراهم اليوم، أنا اللي عطيت هذه الإحصائيات. حضرت على العلاج 0.60 درهم. هضرت على التأطير، هضرت على الأمن، هضرت على إعادة الإدماج. فهذا الشيء كله المعطيات كلها عطيناها. الآن إذا بغيتو نضيفو، كاين حاليا 55,600 سجين، و 1,700 دخلوا للسجون فقط في الشهرين الأخيرة. لهذا الوضعية ديال السجون هي ناتجة على قلة الإمكانيات المادية والبشرية. خصنا إلا بغينا نحسنوا الوضعية شي شوية فقط الضعف ديال الميزانية الحالية. ولهذا هيئنا واحد المخطط ديال الإصلاح ديال هذا القطاع، وفي الأسبوع الماضي وجهنا هذا المخطط للسيد الوزير الأول مع الأرقام اللي والحصص المالية اللي كيطلبها الإصلاح، وكنتظروا الجواب ديال السيد الوزير الأول. ولكن المهم هو والأهم هو أن جلالة الملك كيعطي واحد الأهمية خاصة لهذا القطاع، وحنا متيقنين أن عما قريب في إطار الإصلاح العام ديال القضاء اللي أعلن عليه جلالة الملك غادي تكون بدون شك إعادة الهيكلة ومراجعة النظام ديال السجون في المغرب. وشكرا. شكرا السيد الوزير. في اطار تعقيب الكلمه السيده النائبه، تفضلي. شكرا سيد الوزير. فعلا انتم كذلك تؤكدون الوضعيه المترديه للسجون بالمغرب التي تبعث على القلق نظرا يعني للممارسات يعني الوضع العام الموجود وقله الامكانيات الماديه والبشريه وضعف الميزانيه، غير اننا سيد الوزير نسجل بان هناك مسائل لا تحتاج لهذه الميزانيه حقيقة هي يعني أساسية، ولكن هناك أمور التي تقتضي الإرادة السياسية ويعني قوة التفتيش اللي لازم أنها تقوم بالواجب ديالها في المؤسسة السجنية، يعني خاصة أن التقرير الأخير ديال المرصد المغربي للسجون سجل مجموعة من الخروقات اللي كنعرفوها جميعا، مثل التجاوزات المكشوفة ضد النزلاء، ممارسة العنف اللي أدت إلى بعض الأمور اللي كنعرفوها مثل الانتحار، مرورا بالمحسوبية وتفاشي ظاهرة تنامي ظاهرة الارتشاء،
ولا أدل على ذلك ما قرينا مؤخرا في الصحافة، الهروب المعروف ديال نينيو امتيازات اللي حصل عليها، شكون مسؤول عليها؟ هذه ما خصها فلوس. دخول السيدة في خنشال السجن، هذه ما كتحتاج شيء حتى هي، لا ميزانية ولا ذلك. فإذا لابد من الضرب على أيدي المتلاعبين وكل من يتأمر ضد السجناء، بالإضافة يعني هذا الشيء كل شيء. هناك ممارسات ديال اختراق المخدرات والأقراص المهلوسة وغيرها من المحظورات. فإذا إذا بغينا نبنيو السجون يعني بواحد الإرادة السياسية، هذه مسألة في المتناول. تنسجلوا كذلك التراجع ديال المؤسسة السجنية عن الدور ديالها الإدماجي والتربوي، فهنا يمكننا نشغلوا حتى بالشراكة مع الجمعيات المجتمع المدني يمكننا ومع المعطلين، فهناك مجازون ودكاترة اللي يمكننا أننا يعني أننا نعرضوا عليهم أنهم يساهموا تهم بروح وطنية أنهم يلقنوا السجناء يعني يقوموا بالدور ديالهم في التربية والإدماج. هناك فضاءات متعددة السيد الوزير في داخل السجون ما كتستغلش، الفضاء المخصص للرياضة ما كيدير فيها حد الرياضة، التكوين وكاين آليات ديال التكوين والتكوين المهني اللي تهي ما كتستغلش بشكل إيجابي. فإذا هذا الفراغ كيساعد على الاجتهاد السلبي ديال السجناء، كيبداو يقلبوا غير كيفاش يجتهدوا باش يمكن لهم يدخلوا المواد الممنوعة وممارسة الفساد بأشكاله. فكان نطلبوا إلى جانب الفلوس تكون واحد الإرادة السياسية وتقوية التفتيش، وشكرا. شكرا للسيدة النائبة المحترمة.